نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أنه الله لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على فقدر وخلق فقدر وخلق فهدى وأرسل الرسل وبين للناس ما يريده منهم وعلم الناس ما لم يعلموا وفعل كل ما يهتدي به الخلق سبحانه جلت قدرته وعلى شأنه لا إله إلا هو. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اقرأ صدر رب العالمين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نشق صدر رب عرموم إنه مقامين دوم خشغ النعم من خوم من دون سهوي غير خيا من دون دي فرنزيغ مواثن خيا مرسش كامت سيدة رب مرسش كامت قدوم دياني مرسو قيمة شكام أقاك نوي عاقب ولا نوالا سيدة رب العالم من غان غذر خيا يذين دن غيب شو سيدة رب دين خيا وكيف نفسر تكون غدا كوري جن زينغ من غاش زير خيا سيدة رب العالمين ما يتشكر سيدة ربي بغلا ما يسنو ميقان الشكر بعدا لأنه أنت ربي عرمان غير ليش. وإذ تأذن ربكم قي عرماهم إنه ما قنعهم لهم كشي غمارة مرة قدسم زي سنتشا كشي مزي سنتشا أقلهم داني مرة فوقين أقا كني عاقب خاس لأنه أنشو الصيغ كني وامو مرة فقيم الرأي مين يعني الشكر هذا؟ يجن طاعة تجيت بنادم يجن حاجة تكسيت دم وزقوقنا نستعيد زغاسي تجيت قفوسي اللي تحذاجن نيغز زي الرمة النس نيغز زي الحياة النس مرة مين يملك هذيك يجن حاجة سيني وثاني تتك شغي سيدة رب العالم شكر لله رب العالم. يجن طاعة مخصوصة من دي تيت بنادم يتجيت لي من دس يكشا من دس ديوي سيدة رب من دي تيكارم يتجزي سرخيها. وشكر ورد قانص الشكر و ذو ماس الصبار اثنان السن الشكر والصبار ذو ماس مين دي شاشن شاشن دير خيا مرة الصبار أكل خواس من الخاني مرة الشكاب أكل خواس من الدقني فالصابر والشاكر غاسن شاشن دير خيا بالفضيلة بالفضل بالبركة طاب قرن ويقرين نعاون ويقرين دي الدرجة أنشت من غاس غاون نسبان دي الدرجة أنشتو إني غاس غاون نتشكان نعم سيدان إذن دي شريكن دي الفضل برخيا دي شريكن دي الخيا ويقرين دي الدرجة أنشت وانشت من دي دي الأجر الثواب دي الربح أنشت وانشت أنشت الشكر أنشت الصبار أربع بابن سري أربع حنشت من أربع ويا أربع عزوين تمساعدون شو النمار نعم. ولهذا الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات اسموني تنسيب أربع ذي القرآن إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صبار شكور. فقم مرة الخايب دان أقد جيجن أقد نصبار ونغني يتشكى لأن الإسلام خسني ابن أبنين في لا نخيب الصبر والشكر مريج مواي يزنغ لجن تمغار ليس الصبار ليس الشكر الإسلام يبد الإسلام نسيد داع الإسلام صح يكمر مروالو ذيس الصبار قواري يزنغ لجن تمغار والو ذيس الشكر ومش واسم قابوه قال يمو الشغل مش ولكن لابد من الصبر والشكر. فما ما ماذي تعصي ربي والمروا هذا يسمو الصبر أقي النوم يوضع الصبر يوضع الصبر يوضع الصبر يوضع الصبر وعبد الانسي ربي نهائي
لان باش تعرف سي ربي خصك الصبر. وغيك كان غير في جادي الوقت ست سنوات مرة شهرين هذيك كاع وغيك كان الا يجمر غير الصبر. وغيك شنا قرا المسلمين زيد في صفاني جانا في حسبة في الساعة جانا في الزمن الا يجمر هذا شكا. الله تبارك وتعالى اسمه يخفن سمو صبور شكور شاكر حليم. الله تبارك عارف الشر الغروب عادي تربو حنغات وزنين الجنوب بني عمار صبور شكور يمار زي النبي صلى الله عليه وسلم ناعم. واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يمارس. أنت سي ربي تصبى ها يمار النبي صلى الله عليه وسلم الإصبار. فكذلك الشكر مر الصبار ذي جو بيلار. فالشكر كذلك ذي جو بيلار نغني ذي المؤمن ذي المسلم ذي المسلمة مريه ثارس ذي الصبار. فالشكر مريه ها الشكر جيج نغني تشان ما رغي تبان الشكر حسن ماذا؟ لأنه إجمار يزمر هذا الشكر تسمى يجمع عنوان في الإسلام لابد من سيت وحسب نفسه فلا توريت النعم غاسي بجان يتشكال زي سيد عربي يتيش زي سن سن دي لقى دين الإسلام ما لا توريت تير بدا يداوم خشغرني سن دي لقى دين الإيمان ما لا توريت يعني سن دي لقى دين اليقين نغلا نعم والنس بارن صحيح من الصفات الكريمة جدا ذي المؤمن ذي المؤمنة ولكن ونيتش كارم خاصة تصل العلامة تتصل بلايك الإيمان والتقوى والخير و ما الصفات سبحان الله قيد ابن آدم الشاكر الشكور. ولهذا بعض الأنبياء باش يسناني سيدي ربي تانس ربي أوزعني أن أشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الأنبياء كتوارد النبي بن يعنى رغم أنه مر غص الواجب نسيت الجيف معصوم زيد الذنوب ولكن اتارت سيد ربي العالمين ذيري من الشاكرين هذه شكان نعم نسيت شاء الله تبارك وتعالى ازاي سيد نعم نعم وانشي مرا النعم غانغي الجن واخا اللوبي واخا رعن سي مثل الافار غير في البنان للتبصير اكسي زيزي شتغن جاي كيف شتي ومش اكسي زيزي جن النصيب يكشي في حد النظام وداخل ذي الشكر واخا ذي الكتاب كس الزيز المتر وكشي تي حد ذي سي قفوتا كذلك واخا عشرة دور كشي الزيز دورو واخا مين ما يعنى تسود تنفقد الزيز كشي الدمون شغرنيت وحسب لي الشكر بن الميتاريا سي ربي جن الدرجة زي الدرجة من الشكر. ثم انت مرا النعم غانغي جا نار الدربان وكان تشكا زي سنت من تراجعين من تراجعين. اولا سي غور تراجعين سي ربي يعني لا ان شكرتم لا ازيدت لكم. ثانيا تراجعين هذيك البركة. نعم هذيك البركة سي غورو. ثالثا تاني ما احسن ذيك الشعاع في خرف ديار مين دين مين تخشينا فيها وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. اذا الشك ما لا تنفق الزيشة مين تخشي الزيشة اولا تراجل سيدي رب العالمين هذه خرف هذه البركة ثم تراجل خاص يعس هذه يحضر خانها ويتريح ثم تجد العلاقة سيدي ربي قتوالي قال زاق من شواشتو نعم فشاكرون سخس السيور نهارا تاسي دار بدر ريك زيسن لأنه يجن الصفة أمدو من نير سيغون دو يا بيلار الدين يخيبد. فالصبار أغزايز زينو نشني الكني ونغطي مغاري لكي نغيدان الصبار نتمرى قد المؤمن غاسو تتعاون مش الشكر وغاسبو تتعاون ما نمشي نقاس شغل شكمال الصبار يمكن مرة وغاك شاب أشي عاون الصبار أشي عاون غاس الصبار فخسرت تقدر المعصية ولكن والزمة هيك يتعاون إيش الضعف من ذيك الدنيا يتعاون إيش الصبار.
سير تروح الغايز ممكن واحد حريق وزما بين طول اكي تعاوني يعني ما نبدا المواي زما ني غواي سي ني غوا غاس مين زير ني يضعف ني مقهوري جاني مغلوب ني شان حاجه فينا مره نعاونت بنادم غادي يصبر وربعة يونان وصبع مشى للتاريخ مشينا قارون يكشف صابي جروان دي قرار شي تغا شاي بوهري بدا القرصة قولني غا كدا كدا نسيت ربي بنادم يا بنادم قا انفق حسناش اشكا سيدي ربي قرص مما اوتيته على علم عندي نسقى الشغرية كدا يجمع خفيز دراعي نوضو بوسينو ما غاركش قارون نهار هذه سموها ثاني غني ايه شحال هذي قارون شحال هذي قارون انا هني نسنفق شوية كيني ايوا خلاص إني يجن إني متك غصب حدك وانت يتي تطوين امر بوغة غلقش غقرين واحد اني ظني إني يتي تطوين وطن دانتي دامر بوغة تحق دمغ جمع عطين عشين خذ قاضي وش الزكاة وهي واردين وذ رعمة اني أصدت الضغط القارونية نيش قاروني كنيز الذهب نيش إيه ونيس على بان الإسلام يختعوا ذن القصة اني واسي صحيحة ولكن في أغلب الأحوال صحيحة تعلب اني تغد فوبري مسكين وغاسوالو وغاس قامي زي غايب بوهري ولا من زي غايت غايت حقا الرسول صلى الله عليه وسلم يقارس تاسي ذا بدا يكشا قرا يقارس يا ربي ما راك من زي تعيشه ما تقوته اي واش فاجر هاك سي ذا ربي قطعك على الاخيرة وغادي انت في المين تخسر قال ما عيش هذه الحياة اخدي الجنة وردي ذا ذا سلك من زي ما واخذ العزيز وتقول قصور ذاني تتبر إن سلان التصل أبا ذي بشكل قام رأيك شيء يقرأ أقام أبزال من وحمص وصري لقد يغلس خي ذا شيرين من جغ مرة من ذي غيين سيد عبد إن سيا ربي وكش سيوا من يختاله يا مطاف كي سفيد خس وقرا وما خلت غير سفي وقرا من يجيت رمير ومن يجيت وغير تزد ذي المسجد وغير تزد ذي المسجد يقول نارين جاي قضع على صلاة الجمعة وغير تزد ذي الجمعة نارين جاي يقول وغير تزد ذي قاع اكسكن غاسنا نسيوا قرا كي غير وانا شويه الزكاه الا سنتاني تضمولت ثاني انا مولطي غير شخص بكرين وشوات الشغشاء سبحان الله زين داني بعض يوزان صحيح مرا خير وغاس ان جواز مانيجا الصبان وغير خسر الصبان يرد بعض يوزان تا خاص ندي السفيجه غاس تسج النعمه انت لي بوهري اللي تقوم والصبان ارخز الشكر ما بنس كثار شكر ما بنس غاس النعم غاس بوذيا يسمى قولي هذه يشا هذه صخر هذه الغيوذ هذه ظلم هذه الشعر هذه بوهريغ هذه تغا هذه فغابريل غاس هذه جميل جميل قلت غاس فورتا المال ديش قوة انقذ ما يتشكامل ما لازم من هذا مو عجيشة سيدو بوهرية انت لا بس خس وعجيشة سيدو بوهرية نحسب غم من مرة اسم ذي لقي يضمع الخير غاسي الأرض السنة اللي قديني يا ربي نسيب شي نقرن السنة اللي قولها بسي كسي دار بي ما مش نسيب شي قولها دي سحبة أفيارة في الجنبريشة السنة اللي قولي نسيب شي نقرني نسكاك زي سرخيا أمي وايك جيبو التغايف إجار حسابي سيد ربي العالمين وانيتي وغاي جنمو وغاسي جنوان غاسي في غران كفسم غاسار ما غاس السلاح وين غي حد غاسو بوريا وايب بوريشا نرجع إجار خيرا مرة وانيتيت حسن زبار فيني اني صبار ما غاوني صبار انا ندوم مني غاس مثغي عاوني واني تغاس مثغي سيغ السيغ غاي سيم سيغ نرجع اصبار ولهذا القرآن مني قال وقليل من عبادي الشكور قليل قليل يني غادي في غرانة يجيب بالأموال واتغيل في شاكرين لأنه سن يعملني وتيران سن ربي شحال الزم سنين كنترول خصني الدان فقذن سيد ربي ضم عندي من غاز حسن دين خيا فوالدت وشاكرة وأمن دوم من غير جن حسن زكوار لأنه يجن الشغل وقليل وسيد ما رفيك وفعلا خزات دين واقعة الضامين غادة زيادة تمرية مريدة مريدة قاعد بوهرين على شواطئ البحار دي تمو بينات القصور المواكل تبوهرية أرمير ضعاني وذن شعر النبي لتسبيل لم سلم تغاز نبيرة شوى سبيل مصيب ما يمي غاز زيادة ويتغرب ولي تواز ما ديري الشاكرة وخا الخو هذا يني وني سباند وني واي سباند وني غدا واي قريش خصوص سير خير ونشي نشي نوى وغار غموك نعاشين مثلا شوى السير وغدا واي قريش زي وغايد شرح سبق مارين وانا من شوى معلم واسب التمنية
ما خلق بالشكر وانت شكاشا لا وذي البوشة يجن وخز يجيب الشكر سنجيب مواف نغذ بجنة غالي الملائكة نغذ المخلوق نغني مبرين الشيء لا مرة واجب خلق الشكر تماما مغا لأنه ودي قروا هاتين عشر يخد الشكر هو من المذي شكا سيدة رب العالمين ذي قرخا إنما النعم من سيدة ربي عظيمة خلق الشيء إفاقيت انت وزعيت انت متى بحكمته وبتدبيره كوري جن الزاين ما يكشى صار بين نصيب النس النعمة مني ويبكي محدث يلين شوارا ويثمك شخص غافينه وغارشا نعم كوري جن الزاين وكان فضل الله عليك عظيما فضل الله علينا عظيما إن الله بالناس لرؤوف رحيم نعم فأولا بعد سنين من ديني والله الحمد لله إيم عليك ذنبي خلق صلاب بالحيوان يلا ها واحد ما عليك مش يخلقي سيدة ربي ذا غيور نغذى قزين نغذى موش نغذى تذبيات نغذى قنمين نغذى سنوحش أذي السار بالسيمانة من السار بيس المفعلي وذان وذي غاصنة ذي شنكسو منه كاد راح يوم القيامة وخار يبعثي سيدة ربي العالمين الحساب وها مجر شفال تتخبسهم بعد الدور ندروحوش يستوال الحياة الدور نتشاف الحمد لله وذا غير قزين وذان يكشن غير نعمة عظيمة كان استمتع البشر يكشن غير عقل شحال مار الحيوانات نحس بيه النظر مار نخزا ليسن على أنه بيستيا يعني إنو الحمد لله على الإنسان ثانيا إرخال الدين لم غيبشا إرخال الدين الإسلام اللي هذين اغتصاد رب العالمين تار يزدي فغال قبل يخسلتا نتقروضوا ما في ذنغي النان السيري دارين في النوم ما في ذنغي النان تيالا الروض نقامين ذنغي قان التاريخ ما في ذنغي قان ذنغي تيج النعمة عظيمة ثم غنى حاكواركون في التوين نزيت وريدة بريد من ذي كذا شحال سكوت نغلى إرسل نزيت السوار ذي شحال سكوت العقل نزيت الجاب شحال سكوت إفاس نزيت زي الدال شحال سكوت إذا نخني قامة شحال سكوت إلى آخره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما واجب خان غنشكا سيدة ربي نعم فينا النعم طيب قراني مش حال النعم التصيمان قارسي بنا مش حسكوان وانزان يلا مش حسكو هذا يكشب كم ينتناشي ذلك في الانزان غينشيش لا والله ولا يكتش لشاء ولكن نعمة عظيمة أما قضية الدنيا قضية الدنيا الإخوان والله العظيم اللي فهمت النساء بشناوك متروح لها قلايا نيغ تروح تروح الذرع زوينة في الرحلة غاشا ممشى ما فيش سير كلشي تلفزيون قامة الماريو تقل السقوف تقل الحيوضة بينتا تقل اللوصات تقل صوليخو تقل الحمامات شكاكش ديال الرحلة لا ما غا إلا هو واش نفع شغلي وقال لقيت فيني قاد واحد تكلي جرب على تسعة فيهم جات طاب واحد هو والله لا يرني تحسب الدنيا غا سي دار ماذا؟ إنه وزدومي سنيور وزدومي زوقني قيم زوقني قيم جسمي تخسلقه وزدومي فإيش المرأة يكشى الصين عاشين وسيكشى بوي حنجان إيش المرأة يكشى الصين عاشين دي حنجان وسيكشى بوي الصحة مرأة يكشى الصين حنجان بالصحة الواقرة وسيكشى بوي الدين نعم وداني وداني يكشى سنتينا يكارمي من صدار بي ورمي الشاكرين لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا لأن الله تبارك وتعالى قال أنه أقام ما جعلنا ما فوق الأرض زينة لها كان زوق زي الصموات وأستغي ما تشاء بزاف فقد تصبت أبو حمق الأخير يلي بدل معيشة ولهذا أيها المسلمون الكرام استغط بين سامدي الأخير مليحني الجنة خميغنا لك إن شاء الله تبارك ثالث ليلا ونهار نخل غيس بعد تمسك أخل غيس بعد العذاب أخل غيار له أنا غي جمان نخص الشين زمان نتمنى زمان نرجع من داس التار مرازم في الدين مش حالين نتسع مش حال القصور مش حال وغي عمان قعر خان الناس إلى رب العالمين ونغادر السعلموني غادر في مليا الطبقر أنت كيس عمان كيس غن إني ذي أدفن في الإيمان نعم إذن واجب كل جنس زين غادي شكا نغلا نعم ولكن الشكر نير يتباريا كل جنمة مجلس ديوسا فأنهم يكشار بالصحف الصحف دي كواربونس واجب خاصة دي شكا الصحف النادي عاوني نضعفن
جاكي سيكسيج جاكي سيفد جا لا سيراح جا في ابو في السيوف في راح دياس يا زاق يتزكى زيارين في النسوة في موكرا ما سارين في النسوة ما سكوير بون نسي في شص رب العالمين فورتي واي تيحر مليح اخ هذه زكا زيارين في النسوة الجن يفشى السيد عبد الملك كيف بقر الناس عساكر الناس نعم ويزما هذه كشا وزما هذه راح وزما هذه ولكن قرصني وانا اخو اخذين عشان تجي تبري اخو كسيت اخنش انش ثم عاونتينو تجي بقر واللي وغادي مصحف وغاس بو يحنجام غاس الجاه يحكم غاس اوار الناس يطوغ ماني ما اوار الناس كذلك اثي السيوة ذي نفعي وذان اثي نفعي وذان ماني ما ماني ما توارى غادي ينفع واني تسوى ور غادي راح ينفع سوى ور وتسمى الشكر ايش اللي مش صاب بيه حنجان مين زيد الله يقول ايش كعثن يا رب هذا السكنا بريد من الاخره بريد من العلم بريد من الحقيقه ودي بريد من الدنيا وهذه عما الدنيا وغي مرمي غتبني في سوق ماني غتبغي ما تقاقش المسجد لا هذا السكن سي ربي هو تسمى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من ذنيقة اقرن من أعطي فشكر ومنع فصبر وظلم فاستغفر كان من الذين لهم الأمن وهم مهتدون إن شقيج زيوم دار يزنق طمغان مرس رب العالمين كرم النعم غاس النعم يتورثنت يزريثنت يزريثنت يارزنت إذا خباي السنة إلا قريس تصغان سيدار بيغ بجيتش زيس تصغان سيدار يكرم ونغنيت زياء خاس واسيك شيشا يصبر وين يشكر واني تا يصبر يجن غني من يجا يجا فالتا يستغفر إن ثلاثة يتسند ويان جميع ذي الثوق ترغير في نقصير عربة خلص الدمن تحياتهم يوم يلقونه سلام سبحان الله العظيم ونو يوفين زيوم يكشى السيد عربي النعم يتولى تنشطنت والسمين الخياني وذي قصواله أزيز يجير خياز النعم مني ونوم يوايك شي شيء زي خسر حار هذه الحار خصبات ذكر قارس هذه سبارة هذه دار سيدة رب العالمين وني جين فلطة هذه استغفار هذه بعد ويتعيون مريخ سيدي راح أكثر ثيا قالهم الأمن وهم مهتدون جمع يفقد النبي صلى الله عليه وسلم من يدي يفقد فضاء الصحاب ومن غازم دغي يفقد الناس من تعلم كنهم من أنتم هم مثلين الناس من تعلم كنهم الناس الشين إن الناس يجون صحابين شين المؤمنين إن شاء الله يا رسول الله الناس مين زيد جنب المؤمنين الناس نشكر عند العطاء ونصبر عند يعني المنع ما لا يتمنع خير الشر نصبر نشكر عند العطاء ونشكر نشكر عند العطاء ونصبر عند المنع ونرضى بالقضاء الناس كمذا نغي في شذاب بشا نشكر كمذا نغي حد شا نصبر كمذا نبغى شا المصيبة نصبر خاص كذلك نصبر على القضاء من سنين النبي صلى الله عليه وسلم الناس والله لك من المؤمنين ستيت من التجمام مرة مرة غاو مني عام تشكام سيدار بي مرة يحد خوم كيف صبان مرة تطفيكني وشان المصيبة قبرنتت سلمي لك النود المؤمنين ستي توغينا مو توغينا مو إلا المؤمنين الصادقين فاد نسن آخر نسن أقثى كيسن ولهذا أيها المؤمنون سيد رب العالمين أشريم أشريم غام قران يكرم نغس النعم وزماه تقدس ولكن إننا وزن بقشام مرة فقط وتتوها من زما من زما وتتو الله تبارك وتعالى وانت انت مش كي الغيقة انت تشتنغ برير حسن ما عليك ذا نغي تخدص على حساب الخدمة الله هو ايا ما عليك الخياغة نغي الدين ارزقنا على حساب ماش نخدم جاك عليني وايد زد نقعني واسي نقع سيد رب العالمين مش هذا صغير وشي راك شو غاز برح قل يداقع هذا سي وش عذا اسي وش النعام سخرا ربي وخزار مشي والله العظيم ما عليك تنغي سيدا ربي وانغي تشبو ارزق وانغي تجيبو مار الاسباب زين الدار الى قانون الحيوان احسن زين ما قال انه انت قوايت حريجه في مسرين لا يضبيب لا ماني غيتص لا ربني لا رحمو لا تصمد واسي شقي المشتا واسي شقي والو اما نمشي المهم نمشي حياه النفط وعاقني الحيوان يخدق ديك الدواء النيف يتكاني وتحريجي الدواء ورا يضبيب ورا تصمد ورا غاسي شقي رحمو ورا تيخلع كوارود ورا كوارفطر ورا ديها ورا ذا ورا تموبيل ورا والو
ينسين هيا ونهار نهار نمشو من طمع يدفع ذينه يدفع ذينه الطمع خبي غانا ويارس الجهد انضمع نطفين غان نطف يرير قيا نغد الشوارتية بشوف والو ويجا فوسيش بدي اخوة كتوري بنادم يحزن يخيق يشد يتوضر يقدم بلاك النيسات شو نشي خرق نقين نشا واحد الزرد ذي ساعتها ما يغاي جنيا هني يبقى ولا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله أيها المسلمون تصل أبدا غيك من الشاكرين إنه الحليم الحكيم وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه هو الرجل الصالح الصادق الصابر الشاكر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أيها المسلمون ويغزى من خزار ذين غنشين نشاكيهم من خزار جخفنه كل شنو يخمي جخفن سمياء يزلم المغارب مرمير كمير غير قشان المصيبة كمير غير قشان المرض كمير غير ضعاف كمير غير قشان عرزية شان موت نغشان نغرب نغشان ضعف نغشان تمسريك تمعزك تمو كخزار ابنان وجا خميت جسر امتحان ستي الطويل جا خميت اولا ارتفض الصعود يغرش امد جويدي ديني الحقير ارتفض خاشع في الطويل هازم من مرة الحقير ارتفض السوال سجيت نعام ويجغ الدوية وابرح غاوة هذا يفك وهذا يحاول هذا يكسر صغافينه هذا يديك هذا يكسر خفيك تقرع ارتفض ابن هذا يضعف خاشع ذليل استفد مسكين درويش بل استفد يترو يمتوان استفد يترو يزن يغرش يقراش بنادم ترك فيه المشكل كنو ضرين ترين ذانا مون يغلا يا يعني زلت مغارف مثلا خشان المصيبة شان مرض شان العلالة شان ذكرون بشا دي هوان شان تفريني قال سيد عبي شان قال سيد عبي فإلا يا مرس جن في ذاية جن في والله حمي يدقي غضب وقد عبد اللغات ورغلات السربة والله انا ربعا جنيو ذاني هذي شان مو يفرق في الحالة يا مشان يسوك شان تسبيح شان تسبيح الغيار شان يبدأ نخدمني غاية هري استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله إذا يتزاد سو غيمين سو الدير إذا تقال لها لأن جيتنا لنكونن من الشاكرين أمن الذين يحسن ما لدن الجيدان والله حمان دور ذي الشاكرين ها سيدة ربي الجيوة إذا يقال سيدة ربي العالمين نجالي ها وحسنك شيء ومني إيس جنفة إيس خاص فغوفي إيس كاريفات إذا ور مليح إذا ور غاصح في النص إذا ور غار عقر النص وشايد بوهري وشايد تومي تويقة فالما أنجيناهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فلما أنجيناهم القرآن العظيم قال جاء لهم مثل النجارة مثل السجن إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق إن في شيء يتغى يتغى يسفي بوهري يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع قليل ثم إلينا مرجعكم الله تبارك وتعالى يترغى يزيد مني يسجن فيا مني يكسخس تغوب يذني إذا سقط تغيث مني أقش كي تغيث مني قد طابع هذا طابع يا الله مرجعكم فيربيكم بما كنتم تعملون أقل أكسير غمارة ما تجد بوهري ما رميت ما تجد قد تب بوهري الشغر نقع وشي نفع ولهذا أيها المسلمون يوداني بزورة أو مرخبا إلا سيدة رب العالمين كوري جميز يديكس كوري جميز يديكس ولي إجني كسير ستغيث إجني نعم في الأجل هو وقت انت حميض الأجل ولكن يموت يتغى إجني يموت دام شوم إجني يموت سواء قرب من الدم إجني يموت وايس في عماس وايس كا عماس إجني يموت وايس زير دي كوري إجني ما يموت وحنا سوي السنخ في النس غالب يرف قندري السنخ في النس ما يموت يسن الخاتمة ما كنتها ولهذا إني يموت نقى روح يا كسيري وإذا بيت موات نارا نشين إذا نشين الخليفة يا كسيري ما ميكسين لي أنا ومن غير ما يكسر طاسين يودان إني صغاق مونن بعلا يخد سيول ذي بزوا إني يروح المونن سكوشي سزيل زال نغس ربحة نغس رغاق نغس ونزا نغس سوء عمود نغس وصمير من زين ما روحا إني أولا تغتون سيلا ربي ها واحد تونت ناس الله فانسياه نيشا والثنين أرين غاس وعروا وقيل العبد أعرضوا عن عبادته
وسرثا وقينا شكان نعم النس الخير النس وقينا سينين وراد شكرا لسيدا اهدى على زيتكش تونسي لاربي وقينا تعبدن وقينا شكان يكسيف نزيل يستا يمحاف نزيد مواف وإذا يسيقى يقى لا يسكنيو كنيو إذا يسنها رضي مواف إنه يروح على قوم مكي روحا إذن ما نشكاش سيدا ربي زقوا قلنا نغني غنى نعم حموان ترحق خيين نبال غيني نبال غزوان طاب حمد السيمو عند الهواري شكي تغسني قاني وذل أمو ما تأمو ما بدأ من تجيب يوري كسير فلاحظة كسير فيه ما نسيقى أولا خلجوك. ولهذا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم من دنغي قاوشان كلمت يقارن لنا ثلاثة عبد كنت غار عرش سيدة ربي ويرين تغاث ثلاثة مسلين ويرين تغاث من عنا نعمة للرحيم للأمانة نعمة يعني من غاك ذي الجبة سيدي ولا لا من غاك ذي النعم النك ذي الرب ذي النك ذي غضاك لن من يفد النعمة اللي قد عندك غاسي ربي ذادو العرش من بسقى قارس يا سيدة ربي شو أقبره الله وإنه إزاي يشكعن وإنه إزاي يخبصن يبشى إزاي يا ربي أنا لا أقبل إلا من يشكر الرحيم فاميليا قارس لا أقبل إلا وإنه تسموني روح غاي اسموني تسرخي عمي الأمانة إن سوني ذي غيغذان وأنا بارز زي إذن نعمة غتنشكر الرحم إخس أتنوض سرخيا سرخيا داني بعض من ذلوها سنتين سنشا ولكن مريح نجس كلمينيش من غيش نعم جبنا الموافن قدر وها سنتين سنشا واسم تيحشا ولكن مريح نجس مش من غيش طبقا صلة الرحم ودي غاست عليك يستقيم من الدار عذال يمكن الشغرة نعم مريح هو يمكن شاس كيس من غيش مريح يدوز مريح يدوز وكيوري سواله وذي دفن طريح كم سيدار بالعالمين ولا بد من ما يعني إن سيدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إن سيا عائشة اصحبي النعمة بالشكر فقلما عادت فقلما نفرت نعمة من قوم فعادت إليه نسمنا غامش النعمة رفدتش زيس شوية قام دفع قليل شن قوم فاور زيس النعمة نسني يعني كسس سيدة ربي شي عرسنت الدعاو قوات عقل قونا به تغي كس قتروح ولهذا أيها المسلمون تاع سيدي ربي العالمين غير يشرع قرزي غنفكر جور من سيدي ربي التضمين ديال الرقاب توجيهة النساء تنك إن شاء الله باش أنه يبغى النتيجة النتيجة وهو يغنب بالنغض الوان بإذن الله وصلوا على النبي المختار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين اللهم يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب تب علينا توبة نصوحة اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم خذ بأيدينا وارحم ضعفنا يا رب تولى أمرنا وأكرمنا ولا تهنا يا رب زدنا من الخير ما تحب واصرف عنا من السوء ما نسألك يا ذا الجلال والإكرام وما يؤذينا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة جلالة الملك اللهم اغفر له وهديه وأقر عينه بشعبه وقيد له بطانة من المؤمنين ترشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد اللهم أصلحنا وأصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا اللهم اشفنا من كل علة وبلاء وداء اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا اجعل بقية أعمارنا في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على الاستقامة على أمرك واجعل كتابك ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وجلاء حزننا اللهم يسر أمرنا واشرح صدورنا اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا وحقق لنا مبتغانا اصرف عنا كل سوء وكل فحش ونجنا من عقابك ومن غضبك ومن سخطك واحسن ختامنا وتوفنا مسلمين وارحقنا بالصالحين اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من له الفضل علينا اللهم اشفنا من كل علة وبلاء وداء واكشف ما بنا من ضر يا رب اكشف ما بنا من ضر وامتعنا بصحتنا واسماعنا وابصارنا وتقبل منا واقبلنا وارض عنا واهدنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما
وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.